العبور بمصر إلى طريق الإنجازات إثر سنوات عجاف تطلب من المصريين إرادة من حديد عقب ثورتهم المجيدة في 30 من يونيو، فكان السبيل أمام القيادة السياسية النهوض بالبنية التحتية لفتح أفاق جديدة للاستثمار والربط بين محافظات الجمهورية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الدخل القومي للبلاد. ويعد المشروع القومي للطرق من أبرز المشروعات، والذي تم إقراره في 22 من يونيو 2014 لتنمية أكثر من 4800 كيلومتر، تمثل 20.4% من إجمالي الطرق، بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بها. ويشمل المشروع 39 طريقاً باستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه. كما اهتمت الدولة بصيانة ورفع كفاءة الكباري والتي يبلغ عددها حوالي 1724 كوبري على شبكة الطرق، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري الجديدة للتخفيف عن الكثافات المرورية والتي كان أبرزها محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم بـ 67.26 متر. ولربط شرايين الجسد المصري ببعضه افتتح الرئيس السيسي في مايو الماضي أنفاق الإسماعيلية والتي تضم 5 أنفاق لتسهيل الحركة من وإلى سيناء، وخاصة تداول البضائع وحركة انتقالها. وعلى مستوى قطاع الكهرباء تم عمل الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء والتوسع في إنشاء محطات جديدة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، وأيضا البحث عن مصادر بديلة للطاقة. وتشير الإحصائيات إلى أنه عقب 30 من يونيو تم إبرام تعاقدات بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنز العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجا وات، موزعة على 3 محطات عملاقة في بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية، قدر كل واحدة منها 4800 ميجا وات. وعملاً بمبدأ تنوع مصادر الطاقة، أنشأت الدولة محطة بمبان التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم لتوليد ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الشمس. ولاستكمال مسيرة التنمية على كافة مستويات البنية التحتية، افتتح الرئيس السيسي عدة محطات مياه شرب وصرف صحي بمحافظات الجمهورية، كان أبرزها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وتقع على مساحة 78 فدانة. كما افتتح الرئيس السيسي أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء والتي قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء، ومحطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة. مسار التنمية التي قطعه المصريون على مدار السنوات الماضية عقب ثورتهم في 30 من يونيو يستكملونه بعرق وجهد، بعد أن أدركوا أنه لا سبيل إلى رفعة بلدهم إلا بالعمل الجاد تحت قيادة واعية تدرك حجم وتاريخ مصر بالمنطقة والعالم.